وينضم إلينا من دمشق سيد هيثم حسون المحلل العسكري. سيد هيثم، كيف نفهم التنسيق العسكري بين الجيش السوري والأكراد ضد تركيا في الأمس القريب، وبالتحديد يوم الخميس نائب وزير الخارجية السوري وصفهم بأنهم خانوا بلادهم وارتكبوا جرائم ضد سوريا، ما الذي حدث بين يوم وليلة؟ طبعا الهجوم الذي بدأته القوات التركية والعدوان الذي بدأته القوات التركية على الأراضي السورية بالتأكيد هو بتوصيف الدولة السورية عدوان، وبدأت القوات المسلحة اليوم العربية السورية بالتحرك على أكثر من محور للتعامل مع هذا العدوان، خصوصا في منطقة منبيج، حيث أن الجيش العربي السوري في تلك المنطقة بدأ التحرك للوصول إلى المناطق التي بدأت القوات الأمريكية الانسحاب منها، هذا في شمال حلب. أما في الشمال الشرقي في ريف الرقة، فأعتقد أن القوات السورية خلال أو القوات المسلحة العربية السورية خلال الساعات القادمة ستبدأ بالتحرك بالتنسيق مع القوة أو رجال العشائر في تلك المنطقة للتصدي. قبل أن نتحدث عن الخطوة القادمة سيد هيثم، يعني هذا التنسيق كيف تم؟ هل تم بشكل سري؟ هل تم يعني ألم يتم خارج التوقعات باعتبار أن سوريا الديمقراطية تعتبر بالنسبة لدمشق ليست الحليف المفضل؟ لم أفهم السؤال، الصوت فيه تشويش، أرجو الإعادة. نعم، أتحدث عن هذا التنسيق العسكري كيف تم بين يوم وليلة، وكانت هناك اتهامات من قبل سوريا بأن قسد هي تعتبر يعني مرتكبة لجرائم ضد سوريا واعتبرهم خونة. موضوع التنسيق بين كما فهمت من السؤال عن العلاقة بين قسد وبين الجمهورية أو الجيش العربي السوري، أعتقد أن ميليشيات قسد الانفصالية خلال الساعات الماضية بدأت بعملية التنسيق بوساطة روسية مع الجيش العربي السوري من أجل التصدي للقوات التركية المعتدية الغازية للأراضي السورية، خاصة أن هذه القوات أي الميليشيات التركية الميليشيات الكردية ليست قوات مقاتلة بالمعنى الحقيقي ولا تمتلك القدرات القتالية أو الخبرات القتالية للتعامل مع الغزو التركي. الآن إذا كانت هناك وساطة روسية كما ذكرت. الموقع الجغرافي لتل أبيض التي باتت تحت سيطرة الأتراك بالنسبة لمنبج وكوباني التي من المفترض أن تسهل سوريا الديمقراطية دخول الجيش السوري لهم، هل هناك نقاط تماس ما بين هذه المناطق؟ يعني لماذا منبج وكوباني وليس تل أبيض التي توجد بها تركيا؟ كما فهمت من السؤال عن مدينة كوباني التي تهددها القوات التركية الآن، التي باتت القوات التركية على مشارفها. الجيش العربي السوري كما يبدو خلال الساعات الماضية بدأ التنسيق من أجل الدخول إلى منطقتين، منطقة منبج ومنطقة عين العرب أو ما تسمى كوباني باللهجة الكردية. الجانب الروسي يعمل على زيادة الضغوط على الجانب التركي من أجل منعه من اقتحام هذه المدينة الهامة جدا والتي تعتبر تجمع سكاني كبير يمكن أن تؤدي الأعمال العدوانية التركية فيه إلى تنفيذ أو إلى ارتكاب مجازر كما حصل خلال الساعات الماضية في نعم. إذن هي خطوة دفاعية سيد هيثم وليست خطوة هجومية. إذن نعم. هل نتوقع أن يحدث اشتباك مع الجيش التركي؟ لم أسمع السؤال. هل نتوقع أن يحدث اشتباك مع الجيش التركي في المرحلة القادمة باعتبار أن الانتقال الآن إلى منبج وكوباني هي مسألة دفاعية حتى لا يتمدد الجيش التركي كما فهمت منك إلى هذه المناطق؟ طبعا مدينة كوباني كما ذكرت حضرتك هي أو العمليات التي ستجري فيها من قبل الجيش العربي السوري والمواطنين في تلك المنطقة، وإن قبلت بالتأكيد ميليشيات قسد المشاركة في العملية الدفاعية في تلك المنطقة لمنع القوات التركية قوات الاحتلال التركي من الوصول إلى كوباني أو من التمدد جنوب كوباني، خاصة أن الأطماع التركية لا يبدو أنها تقتصر على مدينة كوباني بل تتمدد جنوبا أو تطمح تركيا كما طيب عبر مفهوم. الرئيس إذا ما هي الخطوة القادمة عن التمدد جنوب كوباني بعد هذه الخطوة الدفاعية سيد هيثم؟ ما هي الخطوة القادمة من قبل الأكراد والجيش السوري؟
تمتلك القوات المسلحة السورية في تلك المنطقة، طبعا ليس في كوباني وإنما في مناطق قريبة على الحسكة والقامشلي وأيضا في منطقة الرقة، قوات يمكن أن تصل في ساعات معدودة إلى تلك المنطقة، إلى منطقة كوباني، ولكن شرط أن تتخلى الميليشيات الكردية عن تصلبها وتعنتها فيما يتعلق بالقبول برفع العلم السوري والتنازل عن سلطتها على المناطق التي تفرض سيطرتها عليه.